تأتي عليها السلام قبور أُحد، أين القبر والقبر والإسقاط والضلع المكسور؟ عن الكافي قال الإمام الصادق عليه السلام: عاشت فاطمة عليها السلام بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم خمسة وسبعين يوماً، لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي عليها السلام قبور الشهداء. في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول ها هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا كان المشركون أليف بعد وفاة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم إلى حين وفاتها كانت فاطمة الزهراء عليها السلام تذهب إلى قبور شهداء أحد لكن ليس لإقامة مراسيم وثنية وطقوس شركية وليس للتجهيل والاستئكال باسم الشهداء رضي الله عنهم وإنما ذهبت عليها السلام لتقول ها هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا كان المشركون للتذكير والتمييز بين معسكري الحق والباطل للتمييز والتفريق بين التوحيد والإشراك لم ترى كاشرة ولا ضاحكة لماذا؟ لأنها قد فجعت بأبيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فأين قبر أبيها؟ وأين هي من قبر أبيها؟ عليه وعليها الصلاة والتسليم جيم مصابها وعزاؤها برحيل أبيها الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام فماذا تفعل عند قبور لماذا تترك قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتذهب لقبور الشهداء في كل اثنين وخميس حتى ماتت عليها السلام دهل أكثر من خمسة آلاف متر المسافة من بيت فاطمة إلى قبور شهداء أحد بينما المسافة بين بيت فاطمة وقبر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا تتجاوز العشرين مترا فكيف تذهب عليها السلام للأبعد وتترك الأقرب بل والأشرف والأفضل والأحدث وفات على النبي وآله وصحبه الصلاة والتسليم ها قال الإمام الصادق عليه السلام تأتي عليها السلام قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس وهذا يعني إنها تسير مسافة تزيد على خمسة آلاف متر كي تصل قبور أحد، وتسير خمسة آلاف متر مثلها عندما تعود إلى بيتها، وكانت عليها السلام تفعل ذلك مرتين في كل أسبوع حتى ماتت عليها السلام. واو مسافة طويلة عشرة آلاف متر كانت تسيرها فاطمة الزهراء عليها السلام في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس حتى ماتت عليها السلام، لكن أين عصرة الباب والمسمار والسياط والضلع المكسور والمحسن والإسقاط؟ زاي هل كانت أمنا فاطمة عليها السلام تسير تلك المسافات الطويلة قبل أكذوبة وأسطورة عصرة الباب والمسمار؟ وكسر الضلع والاسقاط او بعد الاسطوره. قال سبحانه وتعالى: شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. المهندس الصرخي الحسني